السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لن تصدق ما فعله الشاب لوالدته وأخته في هذه الولاية وسط صدمة الجيران واستدعاء الشرطة والحماية المدنية على الفور. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة وخاصة صفحات ولاية تيارت بخبر صادم وفاجئ أليم راح ضحيتها 3 أشخاص حين قام الشاب بضرب والدته وأختيها بواسطة الحد، حين تم استدعاء الحماية المدنية والتي حاولت الأم لتلقي العلاج، فيما تم القبض على الشاب من طرف الأمن الحضري هناك وتحويله لتحقيق. الحادثة هزت الرأي العام المحلي في ولاية تيارت عشية أمس الأحد، وطلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطبيق عقوبات قاسية على هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم.